السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، حياكم الله أينما كنتم. مباشرة رأسا أضبط الآيات: فلا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بالفاء وردت في البقرة، ووردت بالواو في آل عمران، ونضبطها على قاعدة الترتيب الهجائي. الفاء في ترتيب الحروف الأبجدية قبل الواو، الفاء من فلا تموتن قبل الواو من ولا تموتن، فما راح تلتبس عليك. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فائدة تدبرية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعظم وصية من الأب لابنه التمسك بالدين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الحياة على الإسلام أيها الإخوة نعمة عظيمة، والموت على الإسلام توفيق من رب العالمين. فقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، اللهم أحسن خاتمتنا. سؤال جديد: أين وردت الآية أم كنتم شهداء إذ؟ وردت مرتين في البقرة والأنعام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، إلى آخر الآية 133. وفي الأنعام: ومن الإبل اثنين. احنا عدنا في الأنعام 8 أزواج، خلوها ببالكم. وبعدين جاءت: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه جاءت فيها: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 144. بعدها في آية البقرة: حضر يعقوب الموت. وبعدها في الأنعام: وصاكم الله بهذا. الحاء من كلمة حضر قبل الواو من وصاكم، على قاعدة الترتيب الهجائي. وأيضا نضبطهما على قاعدة ربط حرف من الموضع المتشابه مع حرف من اسم السورة. حضر فيها راء، والبقرة فيها راء، إذن راء مع راء، راء حضر مع راء البقرة. وصاكم أحبتي فيها ميم، والأنعام فيها ميم، إذن ميم وصاكم مع ميم الأنعام، فأنا ما تلتبس علي. اللي هي: أم كنتم شهداء إذ حضر في البقرة، إذ وصاكم في الأنعام. أين وردت إلها واحدة؟ وردت 3 مرات في القرآن الكريم: البقرة، التوبة، صاد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. شوفوا: نعبد إلهك وإله آبائك، هذه تخليها عندك علامة رأسا أنه إله واحدة. هذه في الآية 133. في التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. شوفوا: نعبد، يعبد، إلها واحدة. في صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه في بداية سورة صاد، وما تلتبس عليك بإذن الله. إذن وردت 3 مرات في البقرة والتوبة وصاد. كلمة واحدة وغير مقترنة بكلمة إلها، مرتين وردت في القرآن الكريم: الفرقان والقمر. واحدة يعني أنا راح يكون عندي واحدة ككلمة واحدة، وردت 5 مرات في القرآن الكريم المواضع التي مرت معنا: البقرة، التوبة، صاد. وزيادة الفرقان والقمر حتى أنا أركز أكثر بأنه لم يرد معها إلها. راء قاف، راء قاف، اشترك
هذين الحرفين في أسماء السورتين من الفرقان والقمر، فأنا خليها علامة عندي بأنه هنا أتت واحدا من غير إلهة. ماذا جاءت في الفرقان 14؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. في القمر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. هذه خلوها ببالكم. فائدة تدبرية. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. حضر يعقوب الموت أو جاء الموت، لا تشغل عن هموم التربية. سألهم عن ميراث الدين للدنيا، حتى سكرات الموت لم تنسه الدعوة للتوحيد. فتفقدوا أيها الآباء سلامة العقيدة دائما في نفوس أبنائكم، لتكون سدا ذريعا لهم من الانحرافات الفكرية. كيف نضبط مواضع ونحن له مسلمون؟ وردت 4 مرات في القرآن الكريم. البقرة موضعان، طبعا بصفحتين 20 و21 راح تجي معنا، وآل عمران والعنكبوت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هذه مرت معنا في السؤال السابق. إلها واحدا لازم إيش؟ ونحن له مسلمون. الثانية اللي بصفحة الثانية، يعني صفحة 21 الأخيرة من الجزء الأول 136، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في آل عمران نفس الآية هذه اللي قرأتها، الموضع الثاني من البقرة راح تمر علينا إن شاء الله تعالى في الصفحة 21، ولكنه علينا وليس إلينا ونحن له مسلمون، هذه ما راح تلتبس عليك. باقي عندنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. شوفوا إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، يعني أنه تجي مع البقرة إلها واحدة، وهنا في العنكبوت. ونضبط هذه المواضع الأربعة على هذه القاعدة إن شئتم احفظوها أو لا. ونحن له مسلمون 4 يا من تموت، بقرتين لعمران ولا تنسوا العنكبوت. ملاحظة، الموضع الثاني من البقرة وموضع لعمران تشابهت الآيتان فيهما عدا اختلافات بسيطة سأذكرها كما ذكرت في موضعها إن شاء الله تعالى. لكنه أيضا خلوا لي عندكم هذه العلامة أنه ولا تجادلوا أهل الكتاب، هي بداية جزء بإذن الله عز وجل بسورة العنكبوت، فهذه أيضا خليها عندك علامة على موضع ونحن له مسلمون. سؤال 235، اضبط الذي جاء بعد الآية تلك أمة قد خلت، التي تكررت مرتين في نهاية الجزء الأول. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جاء بعدها وقالوا كونوا هودا أو نصارى. الثانية سيقول السفهاء، بدأ الجزء الثاني. جاء بعد تلك أمة قد خلت في الموضع الأول كلمة وقالوا، وقالوا، وبعدها في الثاني سيقولوا. نربط واو كلمة وقالوا مع واو أول أي الموضع الأول وقالوا، ونربط ياء كلمة سيقول مع ياء كلمة ثاني أي الموضع الثاني على قاعدة الأول والثاني. إذن وقالوا بعد الموضع الأول تلك أمة قد خلت سيقول، ياء فيها موضع ثاني بعد تلك أمة قد خلت. بهذا أحبتي تنتهي هذه الصفحة رقم 20، وإن شاء الله باقينا صفحة واحدة وينتهي الجزء الأول. أكمل معكم الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.